السلام عليكم. احنا الساكنة ديال قطاع النهضة اللي ساكنين في العيايدة. احنا عندنا مشكل بزاف مع هادشي ديال الازبال كما كتشوفوا، اللي يعني بحال قلتي الناس مطرح ديال النفايات اللي هنا، اللي ولا كلشي كيلوح والاضرار كثيره، من البخوش، من الدبان، من الروائح الكريهه اللي ما كتخليناش كاع نكونوا يعني جالسين مع العائله وسط العائله. زعما الليل كتلقى هنا النار يعني الناس كتشعل العافيه، كتجي كتلوح الزبل ديالها بواحد الشكل زعما كما كتشوفوا. انت حتى حنا درنا واحد الحاجز هنا بيننا وبين هذا الخلا، باش الناس اللي كتلوح يعني ما تقربش لينا. زعما الشكايات اللي درنا، اللي بزاف اللي درنا الشكايات على اساس الجهات متعدده، من الجهات ديال انت كتشوف الناس اللي كتحفر هادشي ديال لاكافات وهادشي ديال والناس اللي كتصلح الديور ديالها، الناس اللي اي زعما اصلاح اي ازبال ليها. انت كتشوف راه الحاله باينه والصوره باينه واضحه بكل وضوح، اللي زعما احنا الساكنه كان ضرورين بزاف واحد الشكل اللي وكناشدوا الناس المسؤولين والناس ديال الجماعه ديالنا ديال العياده ديال انهم يتدخلوا في هذه في هذه في هذه في هذه في الاضرار هذه، ويعني لقاو لنا حلول. راه زعما الساكنه حنا مضرين بزاف كاع. احد من الساكنه والاضرار ديالنا هي كاينه الريحه كارهه، زعما حشومه هادشي هذا اللي كنشوف. وتنعس بليل والله سيدي ما كنعسوه، كيضلوا شي عليه العافيه هاد الدخان. وزعما كنتمناو من السلطات تخدم وتحيد، ما هادشي هذا ما كانش عندنا من قبل. ودابا كنشوف حتى الكاميوات ديال الشركات كيجيو كيخويو هنا، راه حشومه عيب. والله الا كاميوات ديال الزبل كيجيو كيخويو هنا حشومه. ولكن هكاك حنا مضرين بزاف، والناس اش نقول لك، الدار والله الا عامره الدخان. ملي كيشعلوا العافيه بالليل، لا واحد المنظر كتشوفو كتقول او هاد العافيه دي منين جات. وكنتمناو من الناس السلطات ومن الناس زعما يشوفوا من هادشي هذا اللي طار علينا. والله البارح اخويا ما نقول لك، زعما واحد الشكل ديال النار اللي كانت، واحد يعني واحد الكومه من الدخان اللي كانت، ما عرفتش انا شنو كيحرقوا. كنشوف كنطلع على السطح الفوق كيبانوا لي داك الشيء ديال يعني هذيك ديال التلفازات وديال الثلاجات وديال يعني، وكيشعلوا فيها العافيه. ما عرفتش اش كيشعلوا العافيه، واش انهم كيحيدوا منها شي حاجه ديال اللي كيبيعوها المتلاشيات، ولا غير كيحرقوها. وكيجيو الشرطه، راه كتجي مره وكتجي الوقايه، لان الساكنه كيتصلوا بالشرطه كيتصلوا بالوقايه كيجيو كيطفيو هاد العافيه. ونفس المشكل كدوز واحد 3 ايام 4 ايام عاوتاني نفس المشكل. البارح كانت واحد العافيه اللي ما تصورش انا، بعدا تخلعت ملي دخلت في العشاء. قلت مع هذيك 10 11 ونص ديال الليل تخلعت، مشت العافيه. عرفتي العافيه كي كانت من اللور هذاك الشيء زعما كيخلع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.